إذن نتحول إلى صحيفة الأخبار ونطالع فيها. الدعم السريع تحبط تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا. أعلنت قوات الدعم السريع إحباطها تهريب 154 من ضحايا الهجرة غير الشرعية في منطقة المثلث على الحدود المشتركة بين السودان ومصر وليبيا، وكشفت عن انتمائهم لمنظمات إرهابية وحركات سالبة. وقال مدير دائرة التوجيه والخدمات مرتضى عثمان أبو القاسم في تصريح صحفي إن الموقوفين جرى نقلهم إلى معسكر الجيلي شمال الخرطوم، لافتا إلى وجود ضحايا سودانيين إلى جانب آخرين من دول عربية. وأضاف أن هذه المجموعة تحركت من منطقة المالحة في شمال دارفور متجهة إلى ليبيا، لافتا إلى أن التحريات الأولية أشارت إلى انتمائهم لمنظمات إرهابية وحركات سالبة. يعني إحباط محاولة تهريب جديدة، يمضي السودان متقدما ويحرز الكثير من التقدم في ملف محاربة الجرائم العابرة للحدود وتهريب البشر وما إلى ذلك، بينما يرى كثيرون أن ذلك لا يقابل بالإيجابية المطلوبة واللازمة من قبل المجتمع الدولي. بماذا تعلق؟ أولا يعني السودان قيامه بدوره في قصة محاربة الإرهاب والبشر وحبارة محاربة الجرائم العابرة للحدود ما يطلق عليه هذا الاسم، هذا جزء من دولة السودانية في أنها هي دولة تحارب الأشياء التي تخالف القانون، سواء كان قوانين المحلية سواء القوانين المحلية أو القوانين الدولية. فالحديث دائما الذي يكرر حول أن السودان يقوم بهذا لماذا لا يعطى، حديث لا يتناسب مع مسؤولية الدولة، فأن الدولة من مسؤولياتها أن تقوم بهذا الأمر. صحيح أن هناك بلدان مستفيدة من هذا الدور، لكن في البداية أنك أنت تحمي حدودك، لأن هذا نشاط لمجموعات إرهابية غير معروفة أنها ماذا تعمل، هي جرائم عابرة للحدود، لا تدري ما الذي ستقوم به، تقوم بتجار بالبشر، وكل القوانين المحلية والدولية تجرم هذا تهريب البشر، القوانين تجرمه، يمكن أن يفتح الباب لأن هذه المجموعات يمكن أن تهرب أشياء تجرم القوانين سواء كانت مخدرات أو أسلحة، أو أن تتسلل عبرها منظمات إرهابية وأن تقوم بعملات إرهابية. لذلك ما يقوم به السودان، صحيح أن هناك بلدان كثيرة تستفيد، ولذلك نجد أن هناك عدد من الاجتماعات والمؤتمرات عقدت وتم قبل 4 أعوام إجازة في الخرطوم، ما عرف بعملية الخرطوم، في اجتماع ما بين دول شرق أفريقيا والاتحاد الأوروبي ومشاركة الأمم المتحدة، وهذه هذا الإعلان سمي عملية الخرطوم، ثم أخذ لقمة عقدت في إيطاليا شاركت فيها هذه البلدان والبلدان الأوروبية في إطار محاربة هذه الجريمة التي يصبح يعاني منها كثير من الناس. لكن يظل أن السودان ما يقوم به هذا هو دوره في محافظة على حدوده، في محاربته لأنشطة غير قانونية يجرم القانون المحلي والقوانين. لكن هناك رأي يتحدث عن أن العلاقات الدولية، وهذا رأي منطقي ومقبول وحقيقي، أن العلاقات الدولية بين المجتمع الدولي تقوم على المصالح وتبادل المصالح المشتركة بين كافة الأطراف، لذلك السودان يقوم بهذه المسؤولية كدوره ومسؤوليته كدولة، بينما يعني يقدم خدمة للمجتمع الدولي يترتب على ذلك أن يجني السودان ثمار هذه المصالح المشتركة. صحيح أنه هذه القيام بهذا، أن هناك كثير كما ذكرت سابقا هناك كثير من المستفيدين في الحد من هذه الجريمة العابرة للحدود، لكن القضية الأساسية أنك أنت تقوم بدورك. لذلك يطلب التنسيق ما بين هذه الدول، في أن التنسيق، في أن الدول لديها قدرات وإمكانيات يمكن أن تساعد الدول التي ليس لديها قدرات وإمكانيات في التدريب، في تزويد بالمعدات، لأن هي لديها فائدة في أن السودان إذا قام بدوره وحارب هذه الظاهرة هي سيقل عدد الذين يعبرون إليها الحدود بشكل غير شرعي، سيتم الحد من ظاهرة الإديار بالبشر، وهي جريمة أصبحت عالمية والعالم كله يريد التصدي إليها. لذلك الحديث يعني كل ما حديث عن المقابل الذي ينتظر السودان لا يليق بدولة، لا يليق بدولة، أن دولة هي دولة تحمي حدودها. هذا المقابل سيد عبد المنعم، يعني يتحدث البعض يعني لا يتحدثون عن المقابل المادي، ولكن تنحصر هذه
المصالح المشتركة في بعض الاتجاهات السياسية والأمنية التي يجب على المجتمع الدولي التحرك في ملفاتها تجاه السودان، على سبيل المثال التحرك نحو الحركات المسلحة المتمردة في السودان لحثها في الدخول في عملية السلام. هذه يعني قضية السلام في أي بلد من البلدان إذا حدثت عمليات تسويات بضغوط خارجية هذه لن تصمت كثيرا. عمليات السلام داخل البلدان الأفضل والأوفق أن تتم بتسويات داخلية ما بين المجموعات، لأن أي محاولة لإدخال مجموعات معارضة سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة لتسوية بضغوط في أي بلد من بلدان العالم التجارب أثبتت فشل هذا، ولعل أوضح مثال الذي حدث في دولة جنوب السودان عندما تم توقيع اتفاق السلام في عام 2015 بضغوط من المجتمع الدولي على الطرفين، سريعا بعد أشهر قليلة انزلقت البلد مرة أخرى في حرب أشد وطأة من السابق. لذلك السودان أنا أظل وأشدد على أن ما يقوم به هو جزء من التزامه تجاه المجتمع الدولي. لا ينتظر منه السودان عضو في المجتمع الدولي، لديه التزامات دولية موقع على اتفاقيات دولية، لديه التزامات تجاه قوانين محلية التي تجرم مثل هذه الجرائم، لذلك هو يقوم بأدواره. صحيح أن وضعه الاقتصادي قدراته تقتضي من بعض الدول المستفيدة من هذا أن تساعد في التدريب في التأهيل في توفير المعدات والأجهزة. دعنا نذهب إلى آخر نقطة في هذا الأمر نتحدث عنها بإيجاز. واحدة من متطلبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إحراز التقدم المطلوب في هذا الملف. السودان فعليا على أرض الواقع يحرز تقدما في هذا الملف ويحرز تقدما في كافة المتطلبات الأخرى، بينما يظل اسمه قابعا حتى الآن في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه واحدة من المصالح المشتركة التي يمكن أن يجنيها السودان، بعيدا عن الحديث عن العوائد المادية وبعيدا عن الحديث عن المتطلبات الأمنية والسياسية والاقتصادية وما إلى ذلك. طب ضعني بس صحيح هذا بإيجاز ضعني وصحيح شيئا أن السودان الجهة التي وضعته على قائمة الدول الراعية للإرهاب هي الولايات المتحدة الأمريكية. الآن المستفيد من قضية الاديار بالبشر ومحاربة الهجرة غير الشرعية أوروبا، دول قارة أوروبا تحديدا. فهذا أمر مختلف تماما وليس من مطلوبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قضية محاربة الاديار بالبشر والهجرة غير الشرعية. صحيح أن هذه نقطة إيجابية المفاوض السوداني يمكن أن يحمل عندما يذهب إلى المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية أننا حلفاؤكم الموجودين في أوروبا أننا نحن نساعد فيها كذا وكذا، ويمكن أن يشهدوا لنا بذلك. لكنها هي ليست من مطلوبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأن حتى قضية الهجرة غير الشرعية وقضية الاديار بالبشر قضية يعني طارئة جاءت في سنوات متأخرة، في الخمسة أو ستة سنوات الأخيرة أصبحت ظاهرة تزعج العالم. لذلك أنا أظل أقول أن الذي يقوم به السودان جزء من التزامه، جزء من التزامه كدولة، جزء من احترامه بلا انتظار لعيد المواثيق. لا ينتظر صحيح أنها لأن جرائم عبر الحدود يمكن التنسيق ما بين الدول، يمكن التنسيق في التدريب، التنسيق في تبادل المعلومات، التنسيق في أشياء كثيرة، لكنه لا ينتظر عائدا. نعم.